طيب انا خلينا نبلش اليوم نحكي عن السبايرومتري، نشوف السبايرومتري كيف انه بيشتغل وشو بنستفيد منه كلينيكالي، ونتذكر الفوليومز والكاباسيتيز اللي مريتوا عليها، صح؟ اخذتوهم الفوليومز والكاباسيتي، اللانج فوليومز وكاباسيتيز بمحاضرات الفسيولوجي، صح؟ صح. طيب نبلش باللانج فوليومز، نتذكرهم على السريع. في عندنا اول شيء التايدال فوليوم، اللي هو the amount of air that is inspired or expired during a single quiet normal breathing، اللي هو بالميلز والفيميلز about 500 مليليترز. طبعا هاي الأرقام 500 مليليترز 3.3 liters للفوليومز والكاباسيتيز بتختلف من شخص لثاني from individual to another depending on a lot of factors. هذول الفور فاكتورز اللي بيأثروا باللنج فوليومز والكاباسيتيز، اللي هم الايدج اوف ذا بيشنت، بعد ال 25 بضل الواحد يزيد عنده الفوليومز لعمر ال 25 او ال 30، بعد ال 30 بصير في ديتيريوريشن افتر ذا ايدج اوف 30. فاحنا بنتوقع اذا واحد عنده توتال لنج كاباسيتي اوف 6 ليترز ات ذا ايدج اوف 30، على الايدج اوف 60 راح يكون الرقم اقل شوي. الميلز عندهم اكثر الفوليومز اكثر، الريسز في عنا البلاك ريسز عندهم الفوليومز اقل شوي، وفي عنا كمان الهايت اوف ذا بيشنت اولسو از ان امبورتنت فاكتور. فاذا واحد طوله 140 سنتي وواحد طوله 180 سنتي، بنتوقع اللي عنده الهايت 180 سنتي يكون عنده الفوليومز والكاباسيتيز والتوتال لانج كاباسيتي تكون اكثر شوي. لكن الارقام الموجوده بكتب الفسيولوجي بحكوا بالعاده عن الادلت ميلز او الادلت فيميلز ان جنرال، از يعني از ان افريج، لكن ممكن بريفرنسز ثانيين بتكست بوكس ثانيين انه نشوف الارقام شوي بتختلف. tidal volume بالعاده بيكون عند الميلز والفيميلز about 500 milliliters during a normal quiet breathing. في عندنا شيء اسمه الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، اللي هو about 3.3 liters او 3300 مليليتر، يعني it's the amount of air that can be forcefully inspired after the normal expiration after the tidal volume. Expiratory reserve volume, it's the amount of air that can be expired or forcefully exhaled after normal exhalation or after the tidal volume. وفي عندنا the residual volume, it's the amount of air that you cannot exhale out of your lungs. It is trapped inside your chest and you can't exhale it out. عندنا فور فوليومز، هذول الفوليومز لازم نكون فاهمينهم وعارفين ايش هو الديفينيشن تاعهم ورفلي كم الاماونت تاعهم، اللي هم يعني 500 مليليتر 3.3 لتر 1 لتر اند 1 لتر او 1.2 لتر فور ذا ريزيدوال فوليوم. في عندنا الكاباسيتيز، الفور كاباسيتيز اللي لازم نكون عارفينهم اللي هم الموجودين قدامنا هون، اللي هم فور كاباسيتيز اللي هم derived from the lung volumes that we talked about in the previous slide. اول capacity اللي هي total lung capacity is the summation of all the volumes اللي هم inspiratory reserve volume, tidal volume, expiratory reserve volume, residual volume. It's about 6 liters or 6,000 milliliters بالmales or a little bit less بالfemales 4.2 liters. Vital capacity اللي هو total lung capacity ما عدا residual volume. It's called vital capacity because vitally we use it. لكن residual volume you can't exhale it out. فهي كل ال volumes ما عدا residual volume اللي هو inspiratory reserve volume, tidal volume, والexpiratory reserve volume. It's about 4.8 liters بالmales, 3.1 liters بالfemales. Functional. بعده معلق على السلايد الاول. انا طلع عندي السلايد الثاني مش عارف. طيب هيك تغيروا لبعده؟ لا بس شو صار؟ لساته على الاول. طلع الجوجل عندك هيك ولا لسه؟ طلع. طيب هيك تمام، رجع الباوربوينت. تمام.
طيب هاي اللنج كاباسيتيز اللي هم ديرايف زي ما حكينا من الفور فوليومز. في عندنا فور كاباسيتيز: توتال لنج كاباسيتي سميشن اوف ذا هول فوليومز، فايتال كاباسيتي كل الفوليومز ما عدا الريزيدوال فوليوم، فانكشنال ريزيدوال فوليوم، انسبيراتوري كاباسيتي اللي هم سميشن اوف ذا تايدال فوليوم مع الفوليوم الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم او الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم مع الريزيدوال فوليوم للفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. هاي الاشياء صرنا بنعرفها كثير كويس، نفهمها اكثر من الشكل. في عندنا هون نورمال بريثنج، البوينتر طالع عندك ولا لا؟ طالع. طيب هون عندنا تايدال التايدال فوليوم اللي هو ديورينج نورمال بريثنج 500 مللترز اللي حكينا عنهم. هون عندنا الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم اللي بيوصلنا السميشن لل 6000 اللي هو 3.3 لترز من هون لهون عند الادلت ميل، اللي هو بيكون اسمه الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. السميشن اوف ذا تايدال فوليوم اند ذا انسبيراتوري ريزيرف فوليوم بعطينا الانسبيراتوري كاباسيتي، السميشن اوف ذا اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم اند ذا ريزيدوال فوليوم بعطينا الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. وما نخربط بين الريزيدوال كاباسيتي الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي والريزيدوال فوليوم. الكاباسيتيز هاي التو كاباسيتيز الاول اللي بالاول حكينا عنهم، التو اذر كاباسيتيز اللي هم التوتال لانج كاباسيتي او عندنا الفايتال كاباسيتي اللي هي التوتال لانج كاباسيتي لكن بدون الريزيدوال فوليوم اللي راح نشوفه. هاي الاشياء مرينا عليها بمحاضرات الفسيولوجي، مريتوا عليها اتوقع مع الدكتور حكم، صح ولا انا غلطان؟ وحكى لكم عنهم وفهمتوهم كويس. اليوم بدنا نشوف كيف بنعمل السبايروميتر، هاو تو بيرفورم سبايروميتر. ثواني شوي. طيب الصوت طالع عندكم هيك ولا لا؟ الو دكتور، بس شغل الفيديو. الصوت الفيديو طالع، بس احكي لي صوت الفيديو طالع او لا. لا ما في صوت. طيب انا ما بدي الصوت يطلع، بدي انا احكي لكم ايش اللي بنعمله. اللي بنعمله هاي this is a patient who is having a simple spirometry او اسمه handheld spirometry. ليش اسمه simple spirometry؟ لانه في عندنا more complicated devices بنعرفهم سنه رابعه او سادسه اللي هو بسموه full pulmonary function test، بعطينا ارقام شوي more detailed وبعطينا اشياء ثانيه. لكن simple spirometry this is enough انه نعمل ناخذ الفوليومز تقريبا كل الفوليومز ما عدا الريزيدوال فوليوم. هذا السمبل ديفايس اللي شايفينه قدامنا اللي اسمه سمبل سبايرومتري، it will measure the flow that you can get through your mouth. اللي هم اي volumes that you can get out through your mouth. احكي لي يا عبد الحكم شو الفوليومز اللي بيطلعوا ممكن الواحد انه to inhale them out and exhale them. Inhale them in and exhale them out. شو هم؟ اي فوليومز؟ تايدال فوليوم، التايدال فوليوم والانسبيراتوري ريزيرف فوليوم كان مزبوط، والاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. كان يو اكسهيل اوت ذا ريزيدوال فوليوم سو وي كان ميجر ات وذ ذس ديفايس؟ لا ما بنقدر نطلع الريزيدوال فوليوم، فهذا الديفايس ما بعطينا الريزيدوال فوليوم. فمشان هيك في مور كومبليكيتد ديفايسز راح نحكي عنهم بسنه رابعه او ماشينز خلينا نحكي عنهم اللي هو فول بولمونري فانكشن تيست بيطلع لنا الريزيدوال فوليوم، نقدر نحسب كل الكاباسيتي. لكن السمبل سبايروميتر اللي شايفينه قدامنا هون بعطينا الثري فوليومز اللي حكينا عنها والكاباسيتيز اللي ديرايفد من هالثري فوليومز، فبعطينا تو كاباسيتيز بس. شو هم الكاباسيتيز اللي بعطينا اياهم؟
بيقدر يعطينا التوتال لانج كاباسيتي؟ لا لانه بدنا الريزيدوال فوليوم مشان نحسبها صح؟ مظبوط. فما بعطينا التوتال لانج كاباسيتي، بيقدر يعطينا الفايتال كاباسيتي؟ بيقدر يعطينا الفايتال كاباسيتي لانه ما بدي الريزيدوال فوليوم مشان احسبها صح؟ طيب شو في كمان كاباسيتي؟ الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. لا كاباسيتي انسبيراتوري ريزيرف فوليوم مش كاباسيتي، كاباسيتي سميشن اوف تو فوليومز اور مور. ماشي؟ فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي بيقدر يعطينا اياها الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي؟ ما بيقدر يحسب لنا اياها لانها فيها الريزيدوال فوليوم. طيب هاو تو بيرفورم سمبلي، راح احنا بدنا نطلع كل فلو ثرو ذا ماوث تو كالكوليت ذا فلو ذا ليترز ذات يو ار اكسهيلينج اند انهيلينج ثرو يور ماوث. هلا ذا فوليوم ذات يو ار انهيلينج اور اكسهيلينج ثرو يور ماوث، مشان ما يصير في عندنا اير ليك ثرو ذا نوز بنستعمل شيء اسمه نوز كليبس، بسكروا الانف تاع المريض مشان نعمل الفحص صح وتطلع لنا الارقام اكيوريت. شغله ثانيه كلينيكال سبيكينج، هلا احنا مشان الفوليومز اللي حكينا عنهم قبل شوي بالعادة بنطلب من المريض يعمل smooth breathing, full inspiration, full expiration، والجهاز بطلع لنا الفوليومز الثري فوليومز اللي حكينا عنهم ما عدا الريزيدوال فوليوم. لكن كلينيكالي زي ما راح نشوف كمان شوي راح نطلب من المريض، احنا ما بنطلب منه انه ياخذ smooth inhalation and exhalation، نطلب منه يعمل forceful exhalation لانه the speed that you are getting the air out of your lungs might give me some sort of diagnosis. يمكن مريض انه عنده الفوليومز كويسين لكن he can't get these volumes fast. The velocity of air that the speed of air that the patient is exhaling air through his mouth كمان ممكن يعطينا diagnosis ل some diseases like asthma and COPD. ماشي؟ فرح نحكي عنها بسنة رابعة أكثر، لكن هون بس إنه راح نشوف إنه راح تطلب من المريضة الفيزيشن راح يطلب من المريض إنه to do a forceful expiration. هاي إحنا ما عملنا اللاب بالجامعة مشان هذا الإشي مش موجود عنا اللي هو الفلتر، ومع الكورونا ومع الأشياء الموجودة يعني ethical speaking ما بقدر أنا على كل جروب إنه نخلي إنه عدم المؤاخذة يعني إنه نستعمل نفس الماوث نفس الديفايس with simple sterilization. يعني المفروض الصح إنه يكون في عنا filters air filters اللي هو الأبيض اللي إحنا شايفينه ونحطه على الديفايس الأسود مشان إنه ما يصير في contamination للديفايس. هذا الإشي مش موجود عندنا. These are the nose clips to prevent any air leak through the nose. تطلب منها إنه تسكر الشفايف على ال على الماوث بيس strictly. And to squeeze all the air out and then to take a deep inspiration. طيب إيش الفوليومز اللي ورجتنا إياه هون؟ اللي ممكن انه الديفايس انه اخذه عملت تايدل فوليوم مانوفر اللي هو بريثنج سمبل بريثنج اند كويت بريثنج. لا ما عملت هاي مش موجود بالفيديو هذا، لكن المفروض بالاول في البارت الاول انه نعمل التايدل فوليوم اللي هو نطلب من المريض تو تيك ا سموث كويت نورمال بريثنج ان اند اوت فور سيفيرال تايمز اند ذس ويل جيف اس ذا تايدل فوليوم نمبر. بعد ما نعمل التايدل فوليوم راح نعمل deep inspiration from the ambient air and forceful expiration into the device. هلا المريضة لما عملت forceful expiration and she squeezed all the air out of her lungs ايش الكاباسيتي اللي طلعت عند الديفايس من كل بالديفايس ايش الكاباسيتي اللي اخذها؟ اي كاباسيتي اللي راح يعطينا اياها اللي هي الفايتال كاباسيتي صح؟
نطلع مرة ثانية هون. المريضة أخذت نورمال بريثنج بالأول، بعدين عملت ديب بريثنج عبت كل، عفوا ديب بريثنج كل الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم أخذته عبت، وبعدين عملت فورسفول اكسبيريشن صح؟ لكن ما طلعت الريزيدوال فوليوم. فايش هو الفوليوم اللي أعطتنا إياه المريضة بعد هالفورسفول اكسبيريشن؟ اللي هو السميشن اوف ذيس 3 فوليومز اللي هون، اللي هو ايش؟ اي كاباسيتي؟ الفايتال كاباسيتي، متفقين عليها، هيك الامور صارت واضحه. طيب الفيديو الثاني اللي بدي اورجيك اياه فتح الفيديو ولا لسه؟ لا لسه. طيب فتح. اوكي. طيب this is a demonstration of the test that we are talking about the spirometry. هلا هو شو بحكي لنا هون؟ هاد demonstration as the lungs as one unit, مو two single lungs. إنه the function of the lungs بيحكي عنها، لكن اللي بدنا نشوفه بصراحة أكثر إنه إيش؟ the lung volumes. هلا lung volumes with normal breathing ماشي. هاي في عنا tidal volume with normal breathing. لكن with more deep inspiration هالvolume اللي زيادة فوق ال tidal volume اللي هو إيش؟ the inspiratory reserve volume. وبعد forceful expiration راح يطلع عنا إيش؟ الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم والسميشن اوف ذا فوليومز اللي حكينا عنها. لكن حتى after you squeeze all the lung out, all your lungs out from air, you squeeze it out, في عندك some volume that you will not be able to exhale اللي هو residual volume، لأنه you can't exhale it out because you can't exhale it out, you can't measure it with simple spirometer اللي شفناه بالفيديو اللي قبل. This is with normal breathing. في عنا tidal volume زي ما احنا شايفين، لكن إذا طلبنا من المريض إنه ياخذ deep inspiration، بعدها deep inspiration في عنا inspiratory reserve volume، وبعدها forceful expiration راح يكون عنا expiratory reserve volume الـ ERV، وراح يضل عنا بالأخير amount of air that he can't exhale out اللي هو residual volume. طيب نيجي للكاباسيتيز. الفايتال كاباسيتي زي ما شفنا بالسبيروميتر اللي عملته المريضه قبل شوي، انه في عندنا الفايتال كاباسيتي اللي هي summation of the three volumes that you can get them with a simple spirometer. في عندنا الانسبيراتوري كاباسيتي والاكسبيراتوري كاباسيتي ذات، عفوا الانسبيراتوري كاباسيتي والاكسبيراتوري residual capacity that includes the residual volume and we can't measure it with a simple spirometer. فالسمبل سبيرومتري بعطينا هالثري فوليومز، بعطينا الفايتال كاباسيتي وبعطينا الانسبيراتوري كاباسيتي، لكن ما بعطينا التوتال لنج كاباسيتي ولا بيعطينا الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. هاي المفروض ان نكون فاهمينها كويس مشان لما نكون بسنه رابعه نعرف هاو تو دايجنوز ازما سي او بي دي اند اذر ثينكس. طيب ثواني شوي. طلع عندكم الفيديو الثاني؟
اه دكتور ظهر. هي ما زي ما شفنا كيف في التست بنعمله، ونطلب من المريض ان ياخذ نورمال انسبيريشن بالاول، بعطينا التايدال فوليوم، بعدين ديب انسبيريشن مشان نحسب الفوليومز الثانيين، والجهاز لحاله بيحسب كمان الكاباسيتيز، لكن السمبل سبايرومتري ما بحسب لنا الريزيجوال فوليوم، فا اتس ا بلايند اريا فور يو وين يو يوز ا سبايرومتر، لانه ات مايت بي 1 لتر، ات مايت بي 3 لترز ان بيشنت وذ ان ا بيشنت وذ انفيزيما فور اكزامبل، فا يو كانت نو ذا ريزيجوال فوليوم. هلا في عندنا تو فوليومز، تو فلو، تو لوبس لازم او كيرفز لازم نكون فاهمينهم، ممكن انه نطلعهم من السبايروجرام او من السبايرومتري، اللي هم اول واحد اللي هو الفلو فوليوم لوب، واحد اسمه الفوليوم تايم لوب. شو يعني فلو فوليوم لوب؟ هو الريليشن بين الفوليوم ماشي وبين الفلو، فلو فوليوم. التايم ما له علاقه فيه. شو يعني بحكي لك؟ بحكي لك والمريض عماله بيطلع بال 0.5 liters، كانت الـ velocity of air 700 أو 400 مثلاً. على after that يعني طبعاً هون معكوس الـ volume معكوس، الصفر هون وستة هون 6 liters. فبرسم لنا الديفايس during inspiration، هاي الـ inspiratory limb زي ما احنا شايفين تحت، والـ expiratory limb على upper side of the flow volume loop. During inspiration راح نحس احنا، او اذا بنفكر فيها انه when you take a deep breath during inspiration you will take the volume smoothly in and out، حتى مع forceful inspiration راح تكون ال velocity بالاول بطيئة وتصير أسرع أسرع، بعدين تقل الفيلوسيتي لحد ما ترجع للصفر ويوقف الانسبيريشن. هلأ during forceful expiration ما بيكون symmetrical limb، ما بتكون velocity of air during inspiration symmetrical during the beginning of expiration and the end of expiration. إذا بنعمل forceful expiration راح تلاحظ إنه most of the amount of the air أو maximum velocity of air you will reach it during the first part of expiration. لكن when you are squeezing air out of your lungs in the fifth or sixth second you will have a lower velocity of air and a lower volume of air is being exhaled during أو later in expiration. فهذا بنحكس على flow volume loop بالشكل التالي، إنه normal shape للflow volume loop إنه الـ velocity أو flow of air أو speed of air exhaled during expiration بتكون عالية كثير بأول expiration وبتصير أقل أقل مع الـ volume لما يبلش الـ volume depletion أو when you are squeezing air out of your lungs. عكس الـ forceful inspiration اللي بيكون symmetrical during inspiration expiration. هاي normal flow volume loop. ماشي الـ volume الثاني، اللوب الثاني عفوا اللي هو الـ volume time loop المفروض انه كمان انه نعرفه. This is the normal volume time loop اللي هو relation between time the first second second fifth second tenth second during expiration، والvolume اللي طلع على ال second رقم 2 رقم 3 رقم 4، فكل second في عندها volume بيكون انه total summation of volume is being exhaled. هلا الflow volume time loop هو بيحكي لك بس عن الاكسبيريشن، ما له دخل بالانسبيريشن. طيب شو نستفيد منه كمان الفوليوم تايم لوب؟ نستفيد منه شغلة كثير مهمة كلينيكالي، إنه الأديكوسي أوف تيست. مرات بنشوف إنه المريض عمل إكسهيليشن بس فور أونلي 2 سكندز. شو يعني؟ يعني he didn't exhale all the air out of his lungs and this test was inadequate. إذا كان cooperative المريض أكثر he could have squeezed more volume out of his lungs، والدليل إنه بس عمل expiration only for 2 seconds، لكن لما نشوفه 6 seconds or more معناته عندي adequate test. هلأ هاي أهم شغلة clinical بناخذها من volume time loop، لكن فعليا احنا ممكن نطلع كل الأرقام اللي بدنا نشوفها بالflow volume loop نطلعها من هون، زي ما شفنا هون إنه إذا هون total lung capacity تاعت المريض كم
تقريبا 5.5 liters لانه الفوليوم وقف بعد 10 seconds exhaled air عند ال 5.5 liters. والشيء المهم كمان انه this is a normal patient انه كانت الفوليوم most of it has been exhaled during the first second. يعني اذا بنطلع على الثانيه الاولى من 10 seconds of expiration معظم الفوليوم عملنا له exhalation during the first second. شو يعني most of air is being exhaled of the, during the first second؟ في عنا رقم بيطلع معنا مع الاسبيروميتر رح نحكي عنه بسنة رابعة أكثر اللي هو اسمه FEV1 Forced Expiratory Volume in the first second. أنا بهمني مشان ما يكون عندي أزمة، ما يكون عندي COPD، ما يكون عندي obstructive lung disease obstruction بالsmall airways أو حتى باللarge airways إنه I can exhale most the air out of my lungs during the first second. Normally this ratio اللي هي FEV1 على FVC اللي هي forced expiratory volume during the first second over the forced vital capacity it should be always more than 80%. شو يعني؟ يعني more than 80% of my total lung capacity of my vital capacity I can exhale it out during the first second and only 20% of the 20% of the vital capacity I need more seconds after the first second to exhale it out. يعني طريق سالكة، يعني ما في obstruction، ماشي، يعني ما عندي obstructive lung disease when I can exhale most the air out during the first second. هون مثلا بحكي لك during the first second the patient had a volume of 4 liters والtotal والvital capacity كانت 5 liters فال FEV1 على FVC ratio كانت 0.8 or 80% which is expected and which is normal. طيب تفضلي. هاي القراءات بناخذها عن طريق الجاز دايليوشن تيست صح مش السمبل ريسبيرومتري؟ لا السمبل ريسبيرومتري دكتوره. تمام. طيب طيب نيجي نشوف لما يكون عندنا obstructive lung disease. لما يكون عندنا obstructive lung disease for example emphysema مو أزمة. طيب بالإمفيزيما شو بصير بالresidual volume؟ بيزداد. عفوا ناس بيزداد بيزداد. اوكي اوكي it will increase the residual volume will increase. طيب شو بصير بالtidal volume؟ بقل. ممكن يقل وممكن يضل نورمال وممكن يقل شوي ماشي. طيب شو بصير بال expiratory reserve volume؟ بقل. It will decrease. والexpiratory reserve volume it will decrease. As a summary بالإنفيزيما مو بالأزمة بزيد الريزيجوال فوليوم على حساب الفيتال كاباسيتي والفوليوم استعيت الفيتال كاباسيتي كلها ماشي. فراح نشوف انه الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم والتايدال فوليوم والاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم صاروا ممكن انكريز الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم لكن التوتال الفيتال كاباسيتي صارت اقل والاكسبيراتوري والريزيجوال فوليوم هاز اولسو سيجنيفيكانتلي انكريز لكن السميشن اوف ذا فيتال كاباسيتي ضلت نفس الشيء او صارت اقل شوي. ليش ممكن تضل ذا سيم؟ لانه الإكسبيراتوري ريزيرف فوليوم أخذ جزء كبير من أو جزء significant part from the inspiratory reserve volume and the tidal volume. لكن التوتال lung capacity كلها لأنه مريضنا إذا بنتذكر مريض الإنفيزيما شو بصير عنده بال size of his chest it will increase ماشي. بصير عنده شيء اسمه barrel chest بصير صدره زي البرميل بزيد الانتيريو بوستيريور دياميتر الاي بي دياميتر بصير اكثر. فهذا بنعكس على السبايروغرام او على السبايرومتري انه في عندي ايش توتال لنج كاباسيتي ات ويل انكريز ان كيس اوف ريفرسيبل اوبستراكشن لايك امفيزيما. طيب نيجي نشوف الفوليومز واللوبس اللي حكينا عنهم. هاي الدوتد لاين اللي هو نورمال
أو الـ expected for this patient ماشي اللي هو زي النورمال اللي شفناه على اليسار، لكن المريض اللي عنده انفيزيما لما عملنا له flow volume loop، لما شفنا الflow volume loop تاع شو شفنا فيه changes عن النورمال، هاي الدوتد لاين الخط المنقط هذا هو النورمال، والأورنج أو اليلو لاين اللي هو المريض اللي عنده انفيزيما. شو الفرق بين هون وهون شفنا؟ أول شغلة ملفتة للنظر إنه البيك اللي هي الفيلوسيتي، هون إحنا بنحكي عن الفلو، الفيلوسيتي صارت أقل less. شو يعني less؟ يعني في عندي something that is decreasing the velocity of air during expiration، لكن during inspiration كمان it is affected بس مش that significant. يعني ال decrease in velocity during inspiration، لكن الفرق المهم بال velocity of air، maximum velocity of air، maximum flow of air during expiration، إنه صار في decrease من النورمال، significant decrease from the normal. الشغل الثاني اللي مبينه كمان it's important to notice اللي هو صار في عنا kinking أو scooping أو curving بالexpiratory limb. شو يعني هالkink اللي موجود؟ هون كان straight line، هون صار في عنا scooping زي كأنك هيك عاملها يعني محفورة أو ما بعرف شو بدك تسمي scooping. ماشي، شو هالسبب اللي خلى الـ velocity of air إنه to drop fast؟ هون الـ velocity of air during expiration صار فيها smooth dropping، نزلت الـ velocity شوي شوي. شو اللي خلاها هون تصير فيها fast dropping بالـ expiration؟ السبب كمان اللي هو الـ obstruction الموجود. ماشي، ولأنه المريض لو إنه كان أزمة مو انفيزيما راح نشوفه بجنب النورمال لاين، لكن مع هالكاركترستكس اللي شايفينهم هون اللي هم السكوبينج واللو ماكسيمم اكسبيراتوري فيلوسيتي، لكن لانه المريض عنده انفيزيما زي ما حكينا وعنده هايبر انفليشن، ماشي شو شفنا بالشيب تاعه شيفتنج تو ذا ليفت، صارت التوتال لانج كاباسيتي عنده اكثر من 6 يمكن وصلت 8 لترز. ماشي، لكن الريزيدوال فوليوم اللي كان نورمالي from 0 to 1 liter صار عنده from 0 to 3 liters residual volume. هاي اللي عمل shifting بالshape للليفت بالflow volume loop. طيب نيجي نشوف الvolume type، volume time. شو بصير بالvolume time curve عند المريض اللي عنده انفيزيما؟ هاي النورمال الأسود اللي شايفينه، زي ما شفنا هون إنه the normal individual can exhale most the air out in the first second of forceful expiration. المريض اللي عنده انفيزيما وعنده air trapping وعنده obstruction بالsmall airways، فhe can't exhale most the air out through the obstruction in his small airways in the first second. راح نشوف إنه he needs more time to get air out through his obstructive disease or through his emphysema. فراح نشوف إنه during the first second normally he get a volume of 80% of the vital capacity. لكن in emphysema ما وصل تقريبا 20 أو 30% of the forced vital capacity during the first second. فصار في عنده dropping بالratio. And this defines obstruction. هالratio هاي اللي هو how much air of your vital capacity you can exhale during the first second. This defines, هاي هو definition of obstruction. إنه يكون less than 70%. فإف you can't exhale more than normally more than 80 لكن obstruction less than 70 بين ال 70 وال 80 it's a gray area you can't tell for sure. لكن most patients with asthma or COPD راح يجوا ب extremely low numbers لما يكون عندهم obstruction، فما راح يعني تكون متحير إنه this is obstruction or not. فراح نشوف عند المريض هذا اللي حكينا عنده اللي عنده انفيزيما، إذا بنطلع على الفلو على الفوليوم تايم لوب، إنه في he can exhale only 20% of his vital capacity during the first second which is less than 70 and this defines obstruction.
طيب نيجي نشوف restriction. شو يعني restrictive lung disease أو restriction؟ زي إيش؟ شو بتعرفوا restrictive lung disease؟ في حدا اونلاين؟ دكتور مجدي. طيب شو بتعرف يا عبد الحكم restrictive lung disease؟ ايش بتعرف restrictive lung disease؟ fibrosis هو decrease بالelasticity للنز. طيب زي ايش؟ شو في disease بتعمل؟ بتسمعهم اللي عندهم تليف رئه مثلا، ماشي، اللي بعد الكورونا صار عندهم lung fibrosis، صرنا نشوفهم كثير، صاروا موجودين كثير. طيب فاللي عندهم restrictive lung disease صديقي شو بنشوف عندهم يا عبد الحكم؟ بنشوف عندهم انه كل الفوليوم صاروا اقل، مو اشي على حساب اشي ثاني، كل الفوليوم صاروا اقل، صارت التوتال lung capacity اقل، الفيتال capacity is less، الريزيجوال فوليوم is less، the tidal volume is less، everything is lower than normal. طيب شو بنشوف على اللوبس؟ هاي النورمال فلو فوليوم لوب، ماشي. راح نشوف انه شو عنده المريض صار، لانه عنده فوليومز كل الفوليومز اقل، فصار انه الريزيجوال فوليوم هي اللي من هون لهون صار اقل كمان، التوتال لانج كاباسيتي اللي المفروض تكون 6 لترز صارت less than 6 لترز، ماشي، الفيلوسيتي اوف اير almost not affected during inspiration or expiration, slightly decreased. والshape of the flow volume loop is still normal. الshape normal لكن شوي ال velocity of air, ال peak inspiratory expiratory flow صار أقل. فهاي اللي بنشوف بالflow volume loop لما يكون في عنا restrictive lung disease. الدكتورة سألتني سؤال قبل شوي بس مشان تكون الأمور واضحة. هون هاي الأشياء اللي بنحكي عنها ما بنحكي عن مريض عملنا له simple spirometer، عملنا له لأنه إحنا عنا residual volume طالع، شايفين إحنا we can measure the residual volume، فإحنا بنحكي عن مريض عمل إيش total lung capacity، ماشي، عمل residual volume عفوا full PFT full pulmonary function test اللي بيقيس لنا إيش، بيقيس لنا residual volume وبيطلع لنا كل الفوليومز كل الكاباسيتيز. لكن مو السيمينار، اللاب، او لو كنا باللاب فيزيكلي ما عندنا هون احنا، عندنا بس السمبل سبايرومتري، والسمبل سبايرومتري بطلع لنا نفس الشيبس لكن ما بعطيك الارقام انه كم عندك الريزيجوال فوليوم، فما بنقدر نعرف انه از ماي شيب شيفتد تو ذا ليفت اور تو ذا رايت. زي ما احنا شايفين هون بالريستريكتيف لانج ديزيز راح نشوف انه الشيب از شيفتد تو ذا رايت، ليش؟ عن النورمال، لانه عندنا الريزيجوال فوليوم كمان صار ديكريز. طيب شو بنشوف بالفلو فوليوم لوب؟ شو بتوقع الفلو فوليوم لوب يفرق عن النورمال بالريستريكتيف لانج ديزيز؟ هاي النورمال الاسود اللي شايفينه، راح يكون نورمال شيب لكن التوتال لانج كاباسيتي اقل، ماشي. فلما تقل التوتال لانج كاباسيتي راح يكون نورمال شيب لكن total lung capacity اقل. شو الفرق بينه وبين الاوبستراكشن؟ الاوبستراكشن المريض تاخر لبين ما عمل forceful expiration، لما يعمل forceful expiration طلع تأخر لبين ما عمل exhalation significant volume لأنه عنده obstruction. لكن مريض restrictive lung disease ما عنده obstruction، the airways are patent، فهي كان exhale in FEV1 in the first second، he can exhale a small number لكن a good percentage، لأنه زي ما راح نشوف إيش انه الريشيو اللي حكينا عنها اللي هي اف اي في 1 على الاف في سي، هو ما عمل اف اي في 1 كفوليوم ما عمله كويس، لكن البرسنتج اوف ات از مور ذان 80% بيكوز هي هاز بيتنت اير ويز، ما في عنده اوبستراكشن.
فراح نشوف انه عنده الاف اي في 1 على الاف في سي از نورمال مور ذان 80%، لكن الابسولوت نمبر اوف اف اي في 1 لانه كل الفوليومز عنده ديكريز راح تكون عنده الابسولوت نمبر اوف اف اي في 1 از ديكريز، لكن الريشيو راح تكون مور ذان 80% لانه ما في اوبستراكشن. حد عنده سؤال؟ لا، يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية.